السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حقي وحقك. النهاردة موضوع حلقتنا عن منازعات المرأة في محكمة الأسرة. هنتكلم عن منازعات الأسرة في محكمة من كذا شق، وهنتكلم في موضوع عام مش هنخصص في موضوع معين. لو قلنا مشاكل الأسرة، لو قلنا الأسرة بتتكون من الزوج والزوجة والأولاد، ضحية في منازعات الأسرة هم الأولاد. لو جينا هنقول في ناس مع الاستضافة وفي ناس مع الرؤية، وطبعا في نزاع كبير قوي بين الخلاف بين الرؤية والاستضافة. لو هنيجي نقول طب يا جماعة ايه سبب الطلاق او اسباب الطلاق، كان في مبادرة كانت عاملاها وزارة التضامن الاجتماعي، كانت اسمها مبادرة مودة. دي كانت من سنة فاتت. مبادرة مودة كانت بتعالج مشاكل الطلاق، او بمعنى اصح بتعالج ايه اسباب الطلاق في المجتمع المصري. كان في اسباب كتير قوي، منها كان عدم التوافق وعدم التكافؤ. الفكره كلها في اني هنا لو جينا بصينا على فكره معينه بنخصص، لا مش هنخصص ولا هنعمم في حاجه. الفكره في اني عندنا مشكله اللي هي ازدياد معدل الطلاق بصوره مرتفعه جدا. يعني جهاز التعبئه والاحصاء في إحصائية في 2017، آخر إحصائية لي كان عن معدل الطلاق، إن كل دقيقة في معدل طلاق، كل دقيقة فيها معدل طلاق. أصبح إن في إحصائية تانية برضك من مبادرة مودة الكائن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، قالت إن كل 4 دقائق حالة طلاق، في معدل في اليوم 240 حالة طلاق. طبعا ازدياد معدل الطلاق في المحاكم، ومحاكم الأسرة متكدسة بقضايا الخلع والتطليق للضرر ومنازعات الأسرة المتعددة. لو هنيجي نتكلم في كيفية معالجة ظاهرة انتشار حالات الطلاق في مصر، طبعا ما فيش حد ولا في ساحر هينزل هيقول أنا هعالج المشكلة ديت في يوم وليلة، لأن المشكلة دي في أبحاث وفي دراسات وفي مراكز اشتغلت عليها، مراكز بحثية، إن المشكلة دي ملهاش جانب واحد، لا ليها جوانب متعددة. الجوانب المتعددة ديت اللي احنا بنشوفها كل يوم في موضوع، يعني احنا كل يوم بنشوف في الشارع المصري مشكلة جديدة ومشكلة طلاق. يعني حتى في مثلا موضوع زي القايمة، في اهل، يعني في بعض الاهالي، اهالي الزوجه بيكونوا عاملين كرابطه خناق على الزوج، يعني ان احنا بنقول لك ان خد بالك لو زعلتها احنا هنرفع عليك القايمه، لو مش عارف ايه احنا هنعمل ايه. لا، احنا عايزين يبقى في موده ورحمه، لان ربنا جعل الزواج دوت كموده ورحمه بين البشر لاعمار الارض والبشريه. هنتكلم وهنخش في موضوع حلقتنا النهارده، وهو منازعات المرأة في محكمة الأسرة. منازعات المرأة في محكمة الأسرة من كذا شق، زي قلنا في ناس مع الرؤية وفي ناس مع الاستضافة، وأيهما أفضل. طبعا لو جينا قلنا الرؤية اللي هي ساعتين في اليوم كل جمعة، طبعا دي حاجة إهانة جدا للراجل، طبعا حاجة لا تتقبلها. يعني الراجل لا يتقبل إن هو يقعد ينتظر عشان يشوف ابنه أسبوع كامل، ويتحكم له إن هو يشوف ابنه ساعتين كل يوم جمعة. طبعا لو جينا شفنا ان الاستضافه، ما هي الضمانات الكافيه ان هي تخلي الزوج او الاب ان هو يرجع ابنه، يرجعهم تاني للام الحاضنه. يعني دلوقتي لو هو مثلا خدهم اسبوع معاه، لو هو خدهم كام يوم معاه، لو هو خدهم، هل ما هي الضمانات الكافيه؟ حتى القانون يعني طرحوه اكتر من مره في مجلس النواب، وللأسف هو كان مشروع قانون ولم يصدر. يعني الفكرة كلها في إن مفيش ضمانات، لا توجد ضمانات كافية في قانون الرؤية أو قانون الاستضافة، عفوا لا توجد ضمانات كافية في مشروع قانون الاستضافة. طبعا النزاع قائم بين مؤيدين وبين معارضين للاستضافة وبين الرؤية. طبعا لو جينا تطرقنا لموضوع تاني زي موضوع الحضانة والمشاكل اللي هي بتتم بعد الطلاق، من سن الحضانة، من مسكن الحضانة، من الأب عايز يضم الأولاد لحضانته. الفكرة كلها في إني
بعد ال 15 سنه، يعني هنا القانون حدد سن الحضانه 15 سنه بالنسبه للصغير والصغيره اللي هو الذكر والانثى، وطبعا الفتاه او البنت حتى سن الزواج. هنا لو جينا اتكلمنا في مشاكل مسكن الحضانه او مسكن الحضانه المطلق عايز يسترده، طبعا الماده 18 مكرر 3 كانت قاسيه جدا في التعامل مع استرداد مسكن الحضانه، وانا بناشد المشرع من هذا المنبر المحترم بالتعديل التشريعي للماده 18 مكرر اللي هي بتقول بتنص على مضمونها، يعني ان من حق المطلق استرداد مسكن الحضانه بعد انتهاء سن الحضانه، بعد انتهاء سن الحضانه اللي هو ال 15 سنه بالنسبه للصغير والصغيره يحق للمطلق استرداد مسكن الحضانه. لو جينا اتكلمنا وقلنا ان يا جماعه طب هل مطلق بعد، يعني في حاله عندنا جت في المكتب دي من واقع العملي في المحاكم، ان بعد زواج استمر 32 سنه، يعني بعد زواج 32 سنه اضطر الزوج والزوجه انفصلوا لاسباب ما، طبعا اولادهم كبار بعد العمر دوت وخلاص، هي هو شق طريقه واتجوز وهي طبعا قعدت تربي الاولاد. الفكره كلها ان هو بعد العمر ده يطلقها وكمان يسترد مسكن الحضانه اللي هو مسكن الزوجيه بحجه او مش بحجه، او هو القانون بيحق له ان هو يسترد مسكن الحضانه لان بقوه القانون اذا بلغ الصغير والصغيره سن ال 15 والبنت اللي هي الصغيره حتى سن الزواج. طبعا انتهز الفرصه بان الولد تم ال 15 سنه والبنات تموا سن الرشد اللي هو البلوغ ال 21 سنه. الفكره كلها ان هو استرد وخد حكم بكده فعلا. طب في بديل اجر مثلا اجر مسكن؟ للاسف ما كانش في بديل اجر مسكن، البديل ما فيش بديل لان القانون هنا اداله الحق ان هو ياخد مسكن الحضانه بعد العمر الطويل دوت، يعني حتى ما فيش مثلا ان هو يجازيها شكر على ان هي ربت اولاده وربتهم تربيه كويسه صالحه ينفعوا في المجتمع. لو هنيجي نتكلم ونقول طب نناشد المشرع مره ثانيه، بنناشد المشرع بتعديل الماده 18 مكرر اللي هي تحق للمطلق استرداد مسكن الحضانه، استرداد مسكن الحضانه بعد انتهاء سن الحضانه. طبعا هنتطرق لموضوع اخر وهو الخلع. انتشر في الاونه الاخيره معدلات الخلع بطريقه، يعني مش عايز اقول لكم كل يوم في محكمه الاسره عدد من القضايا وكم من قضايا في الرول بنبص كده ايه ده كل ده قضايا اسره، يعني اغلب كل دلوقتي اي واحده بتزعل من جوزها بتيجي تجري على محكمه الاسره بترفع دعوى خلع، بتقول لك انا هخلعه في اقل من سنه وهشوف حالي. الفكره كلها هنا غياب الدور، يعني غياب دور كبير العيله او اللي هو بيصلح بينهم. طبعا الفكره كلها ان حتى القانون اتاح للقاضي ان هو يصلح بينهم بس في مساله معينه اللي هي الحكمين، يعني القاضي بيحكم بتعيين حكمين، حكمين دول بيقعد سواء قعد معاهم وفق بينهم او ما وفقش بينهم. الفكره كلها ان هي بتكون كده كده بتاخد حكم خلع. منتظرين اتصالاتكم وللرد على اسئلتكم واستفساراتكم، وباذن الله هنتكلم في موضوع تاني بعد الفاصل وهنتطرق اكتر في منازعات الاسره ومحاكم الاسره والمشاكل التي تعيق المراه او تعيق الرجل. مش هنتكلم برضك عن اساس ان انا اكون منحاز للمراه، لا انا مش منحاز للمراه، انا بتكلم من الواقع العملي في المحاكم او على ارض الواقع. احنا بنتكلم بنقول يا جماعه ان في مشكله متفاقمه وهي ازدياد عدد الطلاق في مصر او ارتفاع معدلات الطلاق او ارتفاع دعاوى الخلع في المحاكم المصريه اللي ادى الى خلل في المجتمع المصري، وده طبعا ادى الى وفاصل ونواصل وانتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل وبنواصل موضوع حلقتنا النهارده وهو منازعات المراه في محكمه الاسره. منازعات المراه في محكمه الاسره موضوع شيق وموضوع عام
بنتكلم فيه عن كافة منازعات الأسرة أو كافة منازعات المرأة في محكمة الأسرة. هنتكلم بالتفصيل عن ما هو يخص قضايا الأسرة وما هو يخص قضايا المرأة في المحاكم المصرية. طبعا بالنسبة لانتشار معدل الطلاق زي ما قلنا يعني يبشر بكارثة فعلا حقيقي طبعا دوت لغياب دور المصلح اللي هو في حد في العيلة بيحاول قدر الإمكان يوفق بين الطرفين اللي هو بيحاول يصلح بينهم. طبعا غياب دور كبير العيلة طبعا دوت أدى لانتشار وارتفاع معدل الطلاق في المجتمع المصري. طبعا دوت ليه عدة أسباب، وزي ما قلنا في مبادرة كانت مبادرة اسمها مبادرة مودة كانت أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي 2018 العام الماضي، كانت موضوعها هو معالجة أسباب الطلاق المنتشرة في مصر. هم جم وعالجوها في كام نقطة كده أو كام سبب، قال لك عدم التوافق وعدم التكافؤ. عدم التوافق وعدم التكافؤ ان هما الاثنين مش متكافئين سواء ماديا او مش متكافئين دينيا، هو متدين قوي وهي يعني مش كده، فحسب كل دوت بيبقى فيه عدم التوافق بينهم مش متكافئين في الموضوع دوت. جم اتكلموا برضك قال لك ايه الناحيه الماديه، ان مفيش برضك هي كانت عايشه في مستوى تاني يعني ماديا مرتاحه خالص ماديا، هي طبعا فوجئت بعد كده بان هي عايشه في واقع غير الواقع اللي كانت عايشه فيه، كانت بتلبس لبس غير اللبس اللي هو بعد كده هو اللي هو الظروف الماديه يعني خلت اجبرته على ان هي تعيش في الوضع دوت. طبعا لو جينا وتطرقنا للاسباب التانيه هنلاقي اسباب عديده لانتشار الطلاق في مصر. طب ليه الست بتلجأ للخلع؟ ليه السبب في الخلافات؟ السبب في الخلافات عديدة جدا 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 لا يمكن حصرها في وضع واحد أو موضع واحد. لو هنيجي نتطرق لمواضيع أخرى في محكمة الأسرة برضك متداولة زي قضايا إثبات النسب. قضايا إثبات النسب اللي هو الابن اللقيط أو ابن الحرام. ابن الحرام اللي هو مش هنقول برضك المعنى قاسي جدا، هي غلطة بين رجل وامرأة أدت إلى ظهور أو أدت إلى إنجاب طفل. طبعا بتحاول بقدر الإمكان يعني الأم تثبت نسبه طبعا بتحليل الدي إن إيه، وزي ما أنتوا عارفين للحمض النووي اللي هو بيثبت مدى اللي هو ابنه دوت ده ابنه من يعني من دمه او من صلبه. معانا اتصال تليفوني. أمة الله. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، استاذ انا عاوزه دلوقتي الشقه، انا في خلاف بيني وبين زوجي والشقه في بيت عيله فما ينفعش اقعد فيها، يعني احنا متفصلين، فانا حاولت اخد اجر سكن. المحامي الصراحة مش مطمني خالص، بيقول لي أجر السكن لا يتعدى من 150 ل 200. طبعا 150 ل 200 دول ما يجيبوش شقة حتى لو أوضة تحت السلم. تمام يا فندم. فأنا عاوز أعرف يعني هو فعلا القاضي مش هيديني أكتر من كده، وأنا عاوز أعرف يعني قيمة الإيجار بتاع الشقة بيكون على حسب الشقة اللي أنا كنت ساكنة فيها ولا حسب المكان اللي أنا كنت فيه؟ وهل لو أنا جبت عقد ايجار مثبت الشهر العقاري بالقيمه اللي انا ساكنه فيها ممكن القاضي يديني نفس القيمه اللي هي 500 او 600؟ دي نقطه. النقطه الثانيه مصاريف التعليم، انا الاولاد في مدارس حكوميه مش عارفه اسدد اي مصاريف تعليم، طبعا برضه دروس مواصلات اي يعني كتب خارجيه مش عارفه اسدد اي حاجه ولا العلاج. عاوز اعرف برضه لحضرتك بالنسبه للعلاج ومصاريف التعليم واجر السكن، والف شكر لحضرتك. تمام يا فندم. بالنسبة لأجر المسكن، هي طبعا هي بتقول ان هي بيت عيلة، وبيت العيلة طبعا هي مش هينفع تقعد فيه، فهنا رفعت دعوة أجر مسكن. أجر مسكن هي بتقول ان هي هل القاضي هيحكم لها بمبلغ قليل اللي هو مثلا 300-400 جنيه اللي هو المبلغ دوت مش هيكفي ان هي تشوف شقة في مكان كويس تقعد فيه يليق بيها وبيليق بالأطفال اللي معاها الحاضنة. الفكره كلها في ان الدخل الزوج هو اللي بيحدد مدى يسره ومدى عسره.
يعني دخل الزوج او دخل المطلق تمام هو اللي بيحدد. يعني هنا لو انت جبتي له مفردات المرتب، مفردات المرتب دي بتقول ان دخله مثلا 3000 جنيه، هو هيحكم لك مثلا اجر مسكن ب 700 800 جنيه مثلا. يعني بنقول فرض جزافي، يعني ما بنقولش بن حاجه بنحددها يعني. فالفكره كلها في كده. بالنسبه للموضوع التاني اللي حضرتك قلتيه برضو ان هو مصاريف المدرسه، لا، هي الفكره كلها في ان المحكمه حقيقي فعلا، ده صراحه المحكمه بتدي على مصاريف المدرسه الخاصه او المدرسه اللي هي في ايصالات، بموجب ايصالات. يعني انت مثلا لو جبتي له ايصالات مدرسه حكوميه اللي هو الكلام الفارغ اللي احنا لا يتعدى ال 100 جنيه، طبعا ده مش مبلغ ان انت ترفعي بيه دعوه يعني. فهي الفكره كلها في ان دعوى مصاريف المدرسه مش يعني ما يعني ما بيديهاش القاضي او المحكمه، ما بتلزمش بيها الزوج او مطلق الا في حاله المدرسه الخاصه او في حاله وجود ايصالات. يعني انت لو في مدارس قوميه، في مدارس ابتدى، في مدارس تجريبيه، مدارس تجريبيه دي بتدي فيها ايصالات برضو، بيبقى في مصاريف وفي حاجات كده بيحدد الموضوع دوت. بس فالفكره كلها في اني لو في ايصالات في المدرسه الخاصه او المدرسه الحكوميه ده بيعتد بيها، اما بخلاف كده للاسف لا يعتد بيه في المحاكم المصريه. ده من الواقع العملي، يعني احنا كل يوم في المحكمه وكل يوم بنرفع دعاوى مصاريف دراسيه للاسف. حتى في الجامعه لو هي مثلا في تجاره انجليش، في ألسن، في الكليات اللي هي ليها مصاريف عاليه، بيبقى مثلا الايصالات المحكمه بتحكم بموجب ايصالات معينه. فللاسف هو ده الواقع العملي اللي في المحاكم. هنيجي نتطرق لنقطة تانية وهي الحضانة. مشاكل الحضانة أنا شايفها في المحاكم المصرية، من سن الحضانة، من مسكن الحضانة، من أجر الحضانة، المشاكل ديت. ومعانا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الباشا، معك السيد أصيل أفندم من محافظة الدقهلية. يا أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. يا الله يصلح حالك يا فندم. احنا عندنا مشكلة يا فندم بس تابعة لمحافظة بورسعيد. تمام يا فندم، اتفضل، معاك يا فندم. طلع عصابة على والدي، خدوا منه لا مؤاخذة 9 حتات مواشي وضربوه حتى فقد الوعي، يعني هم ما سابوش إلا ماله دمات، يعني لأنه كشف وش واحد منهم فما سابوش الا ماله دمات. فطبعا اشتكينا في اسم جنوب بورسعيد، الكلام ده يوم 26/6، رقم المحضر 1906. تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. لغايه النهارده يعني احنا مش شكينا، احنا متهمين ناس ومش شاكين، ده احنا متاكدين. فروحنا لاسم الجنوب، ابويا طبعا كان انا ما كنتش موجود، فابويا كان يعتبر شبه فقد الوعي خالص. فروحنا بعدها بثلاث اربع ايام قابلت الضابط محمد بيه زكريا، ضابط المباحث، راجل محترم جدا. فقابلته واتكلمت معاه، قلت له يا فندم احنا اللي واخد حاجتنا او اللي امن على المكان وجاب البلطجيه دول فلان وفلان مثلا بسبب كذا 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 كذا. تمام. فالراجل اللي قعد اسبوع واثنين وثلاثه رجع جاب واحد، واحنا طلعه ثاني وما فيش حاجه لغايه النهارده، بقى لنا النهارده حوالي 40 يوم. طب حضرتك كان في تحريات مباحث اثبتت ايه طيب؟ ما يا حضرتك معلش يعني انا اكلمك بكل صراحه، انا كلمته والله العظيم زي ما بكلمك كده اقسم بالله، يعني انا بقيت اروح المركز كتير، ففي ناس قابلتني هناك محترمه قال لي يا ابني انت صعبان علي، وبصراحه احنا ما عندناش تحريات ولا عندنا حد بيعمل تحريات. ازاي ما فيش الكلام ده؟ ازاي؟ لا لا لا، ما فيش الكلام ده، ازاي ما فيش تحريات؟ طب حضرتك ما توجهتش للنيابه بطلب للتحري؟ احنا طبعا لما هم خدوه عرضوا المتهم ده على النيابه، هو فيهم واحد من ضمنهم راح هرباه من غير احنا ما وجهناه، يعني مجرد بس محاس في الاثنين دول. يعني هم المشكله ان فيهم واد ابن عمي واد ابن عمتي، يعني هو المشكله ان فيهم ناس تبع ان اللي امن على المكان وعلينا الناس دي، لان احنا بيننا وبينهم كان مشكله وكانوا واخدين ارضنا وكده، فلا خدناها بال يعني بالاعاد مع الناس، والناس جت وحكمت
والكلام ده، فهم مش عاجبهم الكلام ده. يعني احنا اصلا مش حتى واخدين اللفظ اللي هم كانوا واخدينه بالعافيه، لا ده احنا واخدينه بقعاد والناس بلجنه عرفيه، واللجنه ما زالت موجوده. تمام. وسيبنا من اللي اللجنه حكمت من به، احنا سيبنا كتير كمان وما هوش عاجبهم. فبناء على كده ان هم حاولوا يؤذونا، بان احنا رحنا وخدنا حقنا، والله العظيم نص حقنا ما هو حقنا. فيعني معلش يا فندم، انا مش ها انا حضرتك انا مش هعرف مكانك فين. يعني لو قلت لي انا تحت امرك، لا انا في القاهره وتحت امرك، انا تحت امرك، هبعت لك حد من مكتبنا ان شاء الله، ويا ريت بس تسيب ارقامك في الكنترول روم وان شاء الله هنبقى نتواصل معاك باذن الله. بس قبل برضك ما تقفل، في حاجه كده كنت عايز اوضحها. طبعا هو بيقول ان في خلافات سابقه بينهم وهم اولاد عم وقرايب مع بعضهم، فطبعا اكيد في يعني الموضوع تحريات المباحث ان هي تثبت ان ده ابن عمه وسرقه او ثبته او حاول يعتدي عليه. موضوع دوت في العائلات دوت بيكون فيه يعني موضوع فيه يعني لبس شويه، وان طبعا في خلافات سابقه كانت بينهم، وكان في بيقول كان في ارض كان هو تقريبا قعده قعده عرفيه. فهي الفكره كلها الفيصل هو تحريات المباحث، واحنا واثقين ثقه تامه في الشرطه المصريه والداخليه بان هم بيعملوا شغلهم على اتم وجه، وان هم اكيد في تحريات المباحث اكيد هتوصل للحقيقه، ومفيش حقيقه ما بتظهرش طبعا. هنرجع لموضوع حلقتنا وهي منازعات المراه في محكمه الاسره. منازعات المرأة في محكمة الأسرة في مشاكل عديدة، وهي بالنسبة للطلاق والخلع والتطليق للضرر ومسكن الحضانة. ودلوقتي كمان في انتشر حاجة كبيرة جدا وشفناها بارتفاع معدل، اللي هو اعتراض على إنذار طاعة. دلوقتي كل واحدة جوزها مثلا حصل خلاف بين الزوج والزوجة، فاضطرت إن هي تترك منزل الزوجية، بتسيب البيت بتروح عند والدتها، بتروح عند قرايبها، الكلام من ده. طبعا هو بيرفع عليها انذار بالطاعه، انذار بالدخول في الطاعه، ان هي في خلال 30 يوم من اعلانها طبعا لازم تعترض عليه، الا او تخش فيه او تدخل فيه، ترجع لمنزل الزوجيه، تعود لمنزل الزوجيه. طبعا لو جينا اتكلمنا في الموضوع من اوزع يعني من زاويه واسعه شويه، هنقول الخلافات اللي حصلت طبعا هو لوى دراعها بانذار الطاعه، ان هي بعد كده هيسقط نفقاتها، هيسقط حقوقها، ان هي بعد 30 يوم في يعني بعض الازواج ما بيكونوش منتبهين للموضوع دوت، فهو بيرفع دعوى بعد 30 يوم، دعوى اسمها دعوى اثبات نشوز. دعوى اثبات نشوز اللي هو بيسقط حقها في النفقه وبيسقط حقها في بعض الحقوق الاخرى. طبعا لو جينا قلنا ان هي بتعترض ودوت، بيبقى كمان في الزوج بيعمل اكتر من انذار. يعني شفنا كمان من الواقع العملي في المكتب عندنا، شفنا اكتر من انذار رفعه الزوج على زوجته. ليه؟ للكيد بها ان هو يسقط انذار. في انذار هيسقط في النص، هيرفع دعوى اثبات نشوز، في الحاله ديت هيسقط حقها في النفقه وفي بعض المزايا الاخرى. طبعا لو جينا اتكلمنا في الحضانة، وموضوع الحضانة شاغلني جامد خالص، لأني محاكم مصرية قضايا متكدسة بسبب موضوع والخلاف بين سن الحضانة. يعني هم كان سن الحضانة عدلوه أكتر من مرة، هل 15 سنة السن ده كافي؟ السن 15 سنة أنا مش شايفه كافي خالص، ليه؟ أسباب كتير جدا، أسباب كتير. لأني 15 سنة طبعا لو أنت كمطلق هتسترد مسكن الحضانة، 15 سنة طبعا الطفل بيكون لسه في ثالثة إعدادي. يعني أنا الحالة اللي كانت عندي في مكتبي، أنا بس مش بشخصها، يعني مش بتكلم في قضية بعينها أو بشخص معين، يعني أنت الولد كان عنده 15 سنة والبنات تموا سن الرشد وخلصوا جامعة، بس لسه لم يتزوجوا في الحالة ديت، وفعلا اتحكم له باسترداد مسكن الحضانة، لأن المادة 18 مقرر زي ما قلنا، اللي هي أتاحت لي استرداد مسكن الحضانة. هنتكلم في موضوع زي الرؤية. الرؤية، هل الرؤية يعني إحنا بنفضل الرؤية ولا بنفضل الاستضافة؟ في ناس كتير قوي بتقول لك ما هي ضمانات التي يقرها القانون في الاستضافة؟
طبعا في ناس كتير قوي او في بعض الخبراء يعني اتاحوا عده اقتراحات، منها كان ان هو لو الزوج ما رجعش ابنه في الوقت، هو مثلا بياخده 3 ايام او 4 ايام، هو بيحل موضوع الرؤيه اللي هي حاجه مهينه جدا بالنسبه للراجل، ان هو بيقعد ساعتين ينتظر كل جمعه في مركز شباب او في نادي او في دور رعايه. طبعا القانون قال لك لازم يكون في مكان يليق بالطفل وغير ضار بالطفل، مكان ما يكونش يعني مصدر ازعاج للطفل. ما هي الضمانات التي تتيح للاب رجوع ابنه يرجعه تاني للام الحاضنه؟ طبعا الاقتراحات من ضمنها كان اللي هو شل جميع تعاملاته، يعني لما يجي يجدد بطاقته قول له لا في كذا، لما يجي مثلا يجدد الرخصه بتاعته. دي اقتراحات كانت من بعض الخبراء في القانون، يعني اتاحوا قال لك ان في ممكن نقترح، بنقول ان يا جماعه يبقى في عمليه شلل مدني او بمعنى اصح شلل في معاملاته، ان هو ما يجي مثلا رخص، يجي يطلع بطاقه، يجي مش عارف ايه، بنحاول نوقف كل تعاملاته. الفكره لو هنيجي نتكلم هنقول ان الرؤيه فيها حق للجد كمان، الحق للجد ان هو يستضيف حفيده، ودي حاجه كويسه جدا على اساس برضك يبقى فيه ترابط اسري. واحنا بنتكلم ونقول ان في يعني الموده والرحمه، وان ربنا خلق الانسان لاعمار الارض. خلافات الزوجيه كتير جدا، وهنتكلم بعد الفاصل عن مواضيع اخرى في منازعات المراه في محكمه الاسره. وزي ما قلنا ان في اكتر من موضوع في محكمة الأسرة يهتم به الأسرة المصرية في أكتر من جانب. إحنا لو جينا اتكلمنا في مشاكل الأسرة يعني كمجتمع إحنا عايشين فيه، لا مشاكل لا تعد ولا تحصى. وفاصل وهنعود بعد الفاصل لنستكمل الحديث الشيق في برنامج حقي وحقك، انتظرونا وابقوا معنا. ورجعنا لكم من بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهاردة منازعات المرأة في محكمة الأسرة. زي ما اتفرقنا لكذا موضوع وقلنا أن قضايا الأسرة تتعدد في المحاكم المصرية بين دعاوى خلع ونفقات بأنواعها، ودعاوى مسكن الحضانة وأجر الحضانة، ودعاوى النسب، ودعاوى أخرى. لو هنيجي نشوف إيه، ما هو الخلل في المجتمع المصري اللي أصاب المجتمع المصري في موضوع نسبة الطلاق المرتفعة، أدت إلى يعني حدوث كارثة، أو بمعنى أصح ما يبشر بكارثة. كان في إحصائية كانت عملتها مبادرة مودة، إن هي بتقول إن في 18 مليون حالة طلاق بين خلع وبين طلاق تم على يد المأذون، يعني اللي هو الطلاق الاتفاقي اللي هو الزوج والزوجة اتفقوا ان هما يتطلقوا. 18 مليون حالة في السنة. الكلام ده طبعا يعني يبشر بكارثة، يعني 18 حالة معدل كبير جدا. يعني لو جينا قلنا 18 لا، يعني موضوع كبير. ايه السبب؟ زي ما قلنا الأسباب كتير جدا، وأسباب لا تعد ولا تحصى. هل الخلل في التربية؟ هل الخلل في الدين؟ في أني كلهم بعدهم عن الدين، عفوا يعني أنا مش قصدي أن هو بعدهم عن الدين أو بعدهم عن التربية السليمة أدت لكده. أغلبية البنات أو أغلبية الجيل اللي طالع جديد دلوقتي اللي هو مسمينه بالجيل الفيسبوك، جيل الفيسبوك أو السوشيال ميديا عامة، بنتكلم فيه ان كل دلوقتي الثقافة كلها جاية من الانترنت، الثقافة كلها جاية من الفيسبوك. الفيسبوك بقى هو مصدر الخبر، بقى هو مصدر ان انت من اول ما تفتح عينك من الصبح تفتح الموبايل على الفيسبوك. طبعا في كل حاجة وليها النفع بتاعها وليها الضرر، زي ما ربنا خلق لنا الخير والشر. طبعا الفكرة في اني هنا الموضوع بأن الثقافة بتاعتنا بقت ثقافة كلها اللي هو يعني ماشي حالك، بقى كله دلوقتي بقى عنده حتة الملل، بقى حتى الأصحاب بينهم بين بعضيهم بيملوا بسرعة من بعض،
بقى لغة المصلحة، ولغة لغة المصلحة هي اللي بقت مسيطرة على الوضع الحالي اللي احنا في المجتمع. كله دلوقتي بقى بيدور على مصلحته، ماشي، ما كلنا بندور، بس ما بقاش في حتة اللي هي الصداقة، ما بقاش في حتة اللي هو صاحبي دوت كصاحبي، اللي هو كصديقي، ان هو الحب المتبادل اللي هو كان الطفولة والكلام ده اصبح يعني في حالة اندثار، او في حالة شبه ان هو يعني خلاص الحب بقى منعدم والمودة بقت منعدمة لأسباب احنا حقيقي يعني نجهلها، او بمعنى اصح مش نجهلها، نعرفها بس ليه ما نفهمش. او بمعنى اصح في ناس كتير قوي اتكلموا في موضوع ان ارتفاع الطلاق وارتفاع معدل الطلاق. معانا اتصال. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. عاوز اشكر حضرتك على المعلومات القيمة اللي بتقدمها لنا. يا اهلا وسهلا، ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك يا فندم. بقول حضرتك، اتفضلي يا فندم. انا يعني انفصلت عن زوجي، بس ما خدتش العفو وما خدت لسه اي حاجه. هو حاليا القايمه طبعا فيها بالتزوير، فالحمد لله انا واثقه ان هي مش مزوره. فهل بعد ما يثبت عدم التزوير من حقي ان انا ارفع عليه قضيه تعويض، لان هو اتهم بحاجه زي كده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك، انا عندي اولاد، عاوزه اثبت مصاريف العلاج. ازاي اثبت مصاريف العلاج؟ يعني مثلا حضرتك معاكي، طب معاكي حضرتك يعني روشتة من مستشفى مكتوب فيها قيمة الكشف بكذا؟ يعني بيبقى معايا الروشتة بس مش مكتوب فيها مبلغ الكشف. ممكن اكتبه، انا ممكن اكتبه ومصاريف العلاج كمان، ممكن اضيف الاثنين، يعني حق العلاج والكشف كمان. لا بص حضرتك، هي مصاريف العلاج بتاخديها بموجب ايه؟ بموجب إيصالات وفواتير. تمام يا فندم؟ بموجب إيصالات اتصالات وفواتير. من الصيدلية يعني، في اللي انا اتصلت صيدليات منها. بتدي اللي هو الرسيد، اللي هي الفاتورة اللي بتطلع من المكنة الكاشير. تمام حضرتك، ديت بتتدبس في حافظة مستندات وبتتقدم في الدعوة. تمام. طب يعني ارفع قضية، مثلا انا صرف 200 جنيه او 300 جنيه، ارفع قضية فيهم لا لا ولا يعني سيبهم؟ جمعي بقى، جمعي كم من الفواتير احسن، مش هنرفع دعوة عشان 200 300 جنيه يعني ونرهق المحكمة. تمام، اتفضلي يا فندم. تمام، هي كانت المتصلة بتقول إن في جنحة قايمة، تمام، تبديد منقولات، وزوجها طعن عليها بالتزوير. طعن عليها بالتزوير وهي بتقول إن هي مش مزورة. في الحالة ديت طبعا بتروح استكتاب، يعني هو بيروح استكتاب في خبرة وزارة العدل الأدلة الجنائية. لو هو طبعا باصم بيروح الأدلة الجنائية، بيرفعوا البصمة بتاعته، هل البصمة بتاعته مطابقة لما هو في أصل القايمة ولا مش مطابقة. بالنسبة للتوقيع بيروح الاستكتاب، استكتاب اللي هو بيجيب أوراق ممضاة، أوراق ممضاة يعني بيجيب أوراق هو كان ماضيها زي أسيمة الزواج، زي أي أوراق من جهات حكومية، بيقارنوا دي بالتوقيعات اللي هو بيكتبها كمان عندهم في خبراء وزارة العدل، اللي هي الاستكتاب اللي بيتعمل. تمام. بالنسبة في شق تاني قالت ان هي هل يجوز لها ان ترفع دعوى تعويض عن ان التزوير مثلا ما طلعتش القايمة مزورة. يحق لك ان ترفعي دعوى تعويض عن الإساءة، حق التقاضي والإساءة، طبعا الضرر المادي والمعنوي، واللي هو إطالة أمد التقاضي. إطالة أمد التقاضي إن أنا أطول، إن هو مثلا كان غرضه من الموضوع ده إن هو يطول في موضوع الجنحة ويخليها أطول شوية، ما إن الموضوع يعني الخبرة دلوقتي بقت يعني موضوع بقى سهل وبقى بسيط، إن هو الدعوة دلوقتي مجرد ما بتمشي من المحكمة، مجرد ما بيبعتوا له جواب بالاستكتاب، يعني الموضوع ما بقاش زي الأول دلوقتي، لأن كل حاجة بقت إلكترونية مميكنة، بقى فيه تطوير، يعني الموضوع ما بقاش ياخد وقت زي الأول، إن هو مثلا يقول لك نضيع وقت على أساس نكسب الوقت بينا والكلام دوت. بالنسبة لدعوى مصاريف العلاج، دعوى مصاريف العلاج ديت عادي بتاخديها فعلا بموجب إيصالات وفواتير زي ما قلنا في مصاريف الدراسية.
بالنسبة انت دلوقتي يعني في صيدليات كتير جدا دلوقتي منتشرة، صيدلات عادية حتى في أماكن شعبية بيطلع لك اللي هو الرصيد أو اللي هي الفاتورة اللي بتطلع من مكنة الكاشير ديت، بتحتفظي بيها. طبعا مش هنجمع مثلا 200 300 جنيه ونرفع بيهم، لا جمعي أكبر عدد من الفواتير. هو عامة لا يسقط الحق بالتقادم في المطالبة بمثل هذه المصاريف، لا تسقط بالتقادم، لأن ده من حق الأب أن يرعى يعني بيصرف على أبنائه، فدي حق يعني مش اللي هو لا يسقط يعني. فهنا لو هنيجي لموضوع حلقتنا وهي منازعات المرأة في محكمة الأسرة، وهنرجع للحاجة اللي تسبب الهلع الفظيع اللي هو انتشار معدل الطلاق في المجتمع المصري. طبعا لو قلنا المجتمع المصري مجتمع متدين بطبيعته، مجتمع فيه قيم وأخلاق، بس التفكك الأسري اللي ضحيته الأطفال. الأطفال دلوقتي بقوا هم العقبة الوحيدة في موضوع الطلاق، بقى هم الضحية، بقى هو الفريسة اللي ممكن بعد كده يعني ينحل سلوكه، وسلوكه ما بيبقاش سوي لأن عدم الاحتواء الأب والأم. طبعا الأب عليه عامل والأم عليها عامل، وهنا تكوين الأسرة بين الأب والأم بيفرق كتير في تربية الأبناء. طبعا لو لقيت ابن ومعانا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، احنا مرفوع علينا قضية دعوة وكده، فالجاي الجاي مزورة. تمام، اتفضلي يا فندم. تمام، الجيمة مزورة وباين فيها التزوير قوي، فأبوه اعترف إن هو كاتب المطبخ بس من تحت، يعني في آخر الجيمة. تمام، حضرتك عن الزوج ولا الزوجة حضرتك؟ الزوج يعني الزوجة مزورة الجيمة، والجيمة باين فيها يعني اللعب تزوير قوي، فابوها جه في الاخر بعد ما رفعنا قضية التزوير، فجه في الاخر قال لا انا كاتب المطبخ بس في اخر الجايمة. هل ده يسمى تزوير ولا مش تزوير؟ تزوير وبال بالإضافة، تزوير بالإضافة، يسمى تزوير بالإضافة، تزوير بالإضافة. طب هم لو كانوا كتبوا زوروا التزوير ده بعد كتابة الجايمة مباشرة في الليلة اللي كتبوا فيها الجايمة، يبان ولا ما يبانش؟ لا ده اسمه تزوير بالإضافة. تمام؟ لو هي اتكتبت بقلم تاني غير القلم اللي كانت مكتوبة بيه تزوير بالإضافة، لو اتكتبت في وقت لاحق يعني وقت بعد كده تزوير بالإضافة. طب لو في نفس الوقت بعد احنا ما مشينا مثلا واضافوا المطبخ اللي قال عليه ده، يعني حطها كده في وسط الكلام يعني لا زنق. اضاف، هو قال انا هو هي الجايمة كلها مش بتاعتنا، بس هو قال بس انا اضفت المطبخ، معنى كده ان هي مش مزورة، فاحنا قلنا له لا برضه مزورة. انا عايز بس استفسر منك عن حاجة، القايمة مكتوبة كمبيوتر ولا مكتوبة كلها بخط الإيد؟ لا ده بخط ورقي، واللي كاتبها يعني تبعهم قوي، تمام، واللي كاتبها تبعهم، فاحنا قلنا له دي ممكن كده، هو ما يقول انا كتبت المطبخ معنى كده ان هي مش مزوره، ده المطبخ مثلا وما كناش كاتبينه، فاحنا قلنا له لا هي مزوره، فاحنا اساسا الجامعه مش بتاعتنا نهائي، فهل ده هنقدر نثبته او الجامعه مثلا اللي يعني لو احنا بعد ما مشينا كتب المطبخ برضه هنقدر نثبت لو بنفس الشخص اللي كتبه بنفس القلم؟ تثبتي لو في شهود في مجلس كتابة القايمة، يعني مثلا في شهود في مجلس كتابة القايمة كانوا قاعدين، واخدة بال حضرتك، يشهدوا بأن ديت ما كانتش مكتوبة في وقت كتابة القايمة. معايا يا فندم؟ ماشي يا فندم، شكرا لاتصالك. طبعا هي كانت بتتكلم هنا عن موضوع الإضافة، التزوير بالإضافة. طبعا مشاكل القايمة زي ما اتكلمنا مشاكل كتير جدا، حتى الرول في قضايا الجنح للاسف، حتى القايمه نازله في الجنح مفروض تروح كمحكمه الاسره، لا هي بتعتبر كنوع من انواع عقود الامانه، فبالتالي بتبقى تبديد قايمه المنقولات. تبديد قايمه المنقولات دوت انتشر في يعني
محاكم مصريه متكدسه بقضايا التبديد في قائمه المنقولات. تبديد في قائمه المنقولات هنا، لو هنا اتكلمنا في الحاله بتاعت المتصله كانت بتتكلم بتقول ان هو اضاف المطبخ بعد يعني بعد ما هم مشيوا او تاني يوم او الكلام دوت. ده اسمه هنا في القانون اسمه التزوير بالاضافه. تزوير بالاضافه. هي بتقول هل ممكن اقدر ان انا اثبت الحاله ديت؟ اه تقدري تثبتي الحاله دي. تثبتيها ازاي؟ تثبتيها لو في شهود كانوا حاضرين في وقت كتابه القايمه، يعني في مثلا في كتابه القايمه كانوا حاضرين شهود وشافوا القايمه ومضوا عليها والكلام دوت كشهود، او مثلا كانوا قاعدين في مجلس كتابه القايمه بيشهدوا في المحكمه بعد حلف اليمين بان كتابه المطبخ ديت او اضافه كلمه مطبخ دي ما كانتش مكتوبه في القايمه في وقت كتابه القايمه. تمام. طبعا هنا التزوير في قضايا القايمه ولوي دراع اهل الزوجه للزوج، طبعا الكلام ده متعارف عليه في الايام دي، بس الايام اللي فاتت او بمعنى اصح زمان ما كانش فيه الكلام ده، لان كان في موده والرحمه، وكان في لو هم عايزين ينفصلوا هينفصلوا بهدوء، ما يبقاش فيه عمليه لوي دراع، لان لوي دراع انت هتلوي دراعي بقايمه، انا هلوي دراعك بان انت مش عارف ايه. يعني في برضك جات لي واحده في المكتب بتقول لي بعد اذنك انا هتنازل عن الاطفال، هتنازل عن الاطفال في مقابل ان هو يعني هيطلقني. طبعا التنازل عن حق الاطفال لا يجوز، لان مصلحه الطفل فوق كل اعتبار، مصلحه الطفل فوق كل اعتبار، لا يجوز التنازل عن حقوق الاطفال. لا يجوز التنازل عن حق من حقوق الاطفال، لان هي اصلا مش حقك، ده حق الطفل. فان هي مثلا انا دلوقتي خلاص اتفقنا على الطلاق، فخلاص بقى احنا مثلا هسيب له الاولاد او مش عارف ايه او الكلام دوت، او هو قال لي ان انا مش هصرف على الاولاد مقابل ان انا اطلقك وخدي الاولاد. طبعا الكلام ده لا يجوز، لان لا يجوز التنازل عن حق مش من حقك اصلا. وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج حقي وحقك، وان شاء الله في حلقات شيقة من برنامج حقي وحقك. انتظرونا بإذن الله في حلقات جديدة. حقي وحقك.